أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لتحقيق هذا المكسب الذي طال انتظاره، موجهين أحر تشكراتنا للسادة أعضاء المجلس. عنده غيرة، رغم أن هاد الناس هادو نشكروهم ويعملوا بواحد الغيرة كبيرة. بيان سور اليوم نظرو وكنوعدكم الإخوان اللي جاو اليوم بالحضور ديالهم. الحمد لله المجلس الإقليمي كيدعم الرياضة بصفة عامة والدفاع الحسني الجديد بصفة خاصة، وداخل المجلس ارتئينا باش ندعموا فريق اللي الحمد لله هاد السنة غادي مزيان، وكاين أطور شابة وعندنا مدرب في المستوى، والحمد لله هذه النية ديالنا كانت حسنة، وقررنا داخل المجلس باش ندعموا الفريق ديالنا بجوج مليون ديال الدرهم سنويا على مدة 3 سنوات قابلة للتجديد، واملنا باش ان شاء الله هذا العام ندوي الشامبيون. اتفاقية اليوم اللي ديال 3 سنوات مع المجلس الاقليمي، القيمة ديالها 6 مليون ديال الدرهم. بالمناسبة كنشكروا عامل الاقليم لانه مجموعة الاتفاقيات كانوا المهندس ديالها ورئيس المجلس الاقليمي وجميع الاعضاء ديال المجلس الاقليمي اللي صوتوا بالاجماع. وكما اللي كنقول واحد الفريق اللي كيكون غادي مزيان يعني راه بالدعم باللاعبين بالطاقم التقني واداري وهاد الناس المدعمين اللي هما وراء ديال هذا النجاح وهاد الكتلة اللي غتكون. نتمنى هاد الكتلة تزاد لها عامل مهم والجمهور باش يكون واحد التنافسية واحد الدعم ايجابي في هاد مرحلة الايام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.